هقول لكم على مقادير الشيش كفته بالبتنجان. معانا نص كيلو لحم مفروم قليل الدسم، حبه بتنجان رومي مقطع مكعبات ومشويه في الفرن ومفرومه او دخلت كامله الفرن واتشوت واتفرمت، بتبقى مفرومه بس اهم حاجه تبقى مشويه مش متحمره. معانا بيضه واحده، معلقه صغيره بهارات، معلقه صغيره بابريكا، رشه قرفه، شوفان مطحون ناعم جدا حسب الاحتياج، ملح وفلفل. للشيش نفسه بقى بتنجان عروس الصغير دوت مقطع حلقات، ومعانا عيدان خشب. طيب اللي احنا هنعمله ان احنا هنعجن مع بعض الكفته دي، وبعد كده هنبتدي ان احنا نكورها. ونعملهم في الشيش طاووق بالشكل ده، زي الشيش طاووق بالشكل ده. عايزه نبص مع بعض بس على الشكل عشان ندخله دلوقتي حالا الفرن. هندخله على درجه 220 الفرن، تمام؟ ده هيبقى الشكل، بس عشان هنقدمه فانا هدخله من دلوقتي. تمام، هنعمل ايه بقى؟ هنجيب بوله، هنحط فيها اللحمه المفرومه، هحط فيها بتنجان مهروس، بس هعمل كميه اقل دلوقتي شويه. هنحط عليها البيضه، البهارات كلها، ملح وفلفل، وهنعجن ونحط عليه شوفان حسب الاحتياج علشان يمسك معايا، وبيساعد على انه ما يكشش، وفي نفس الوقت بيحافظ على شكله. تمام، هنبتدي بقى نعجنه الاول قبل ما احط الشوفان، وبعدين نشوف. لو حابين برضو ممكن تفرموا كل ده في محضرة الطعام عشان تبقى اسرع معاكم. طبعا احنا كده نعتبر ادينا للحمة المفرومة فايدة، وفي نفس الوقت مش محسوسة، يعني احنا ادينا له الفايدة بدون ما نكون حاسين جواه ايه. يعني في كتير من الاطفال ما يحبوش البتنجان خالص، ما يحبوش ياكلوه، فالكفتة دايما والعصاج والبولونيز والكلام ده كله بيبقى فرصة حلوة ان الواحد يدخل فيه حاجات كتيرة ما مش محسوسة، يعني ما تتحسش. نبقى عايزين ندخلها للولاد من غير ما يحسوا. تمام، نبتدي بقى كل ده نعجنه ونكور ونسيخه زي اللي احنا شفناه بالظبط. تمام، انا بس هشغل دلوقتي على النار عشان عايزه ابتدي اعمل معاكم برضو اللازانيا اللي احنا هنعملها دلوقتي، اللي بالخضار المشوي، اقصد المسقعه. مهم بس الشوفان يكون مطحون ناعم معايا عشان اعرف افرقه كويس جدا على الكميه دي. وببتدي بس يا دوبك ان انا باخد كده العيدان. احنا خلاص عندنا في الفرن، انا بس عشان اوريكم الشكل هحطه برده على صينيه تانية. هبتدي اول حاجه احط معايا البتنجان العروسي ده مقطع حلقات بالشكل ده، تمام، وببتدي ان انا اعمل بقى الكور اللي معايا. وندخلها نعمل كام واحده كده عشان نعرف ان احنا ايه
ندخلها. والافضل برضو ان الكفتة تكون ارتاحت معانا شوية في التلاجة عشان تبقى اسهل في التشكيل. يعني انا هوريكم دلوقتي ده مثلا لسه عاملينه حالا، وهوريكم اللي مرتاح شوية معانا هتفرق برضو معانا ازاي. تمام اهو معانا ايه، معلش ايه حاولي تكلمينا تاني. ده اهو لو اشتغلنا بيه على طول. تمام، وده لو ايه، لو مرتاح شوية معانا بيبتدي شوفان يساعد على انه يمسك اسرع معايا، يعني يكون اتشرب جواه فيسهل انه يتكور ويستحمل شوية معانا. معانا رفايدة، رفايدة عايز حضرتك تكلمينا تاني. تمام كده، يبقى احنا عرفنا الفكرة بتتعمل ازاي وشكلها مختلف برضو ومفيدة جدا صحية. اللي عايز يزود بقى بصل، اللي عايز يزود يعني اي حاجة عايزين تزودوها ينفع طبعا، مش لازم بس بتنجان، بس مهم ان الكفتة ترتاح شوية عشان ايه تريح الواحد في الشغل. بس كده يترصوا جنب بعض ويخشوا الفرن زي ما عملنا بالظبط. بصوا بقى انا دلوقتي الكفتة خلاص دي جاهزة معانا، شيش كفتة. وينفع لو عايزين تعملوها بريحة الفحم، بس اقاويل بتقول كتير دلوقتي ان حتى الدخان بتاع الفحم غلط، مشكلة حاجات كتير غلط للأسف، بس يعني الواحد ما يزمتهاش قوي، يعني يقدر ان هو ايه كل فين وفين يعمل حاجة كده عشان بيبقى صعب برضو ان الواحد يزمت الدنيا زيادة. بصوا بقى، يا هتتقدم ال معانا في الفرن المسقعة اللي بالخضار المشوي. تمام، حاضر، الخضار المشوي مش مفيش حاجة محمرة فيها، يا تتقدم كده يا يترش عليها للي عايز شوية جبنة مبشورة. عايزينها دايت بجد تبقى من غير الجبنة دي. تمام اهي، ارش ولا مرشش بقى؟ لا مش هرش بقى مش هرش عشان اخليها دايت. لو هنحط الجبنة هتبقى يعني هتبقى لسه في الدايت، بس هتبقى فيها شوية سعرات اكتر شوية واطلعها، لسه ما خدتش كده. وما تزودوش يا المية زي ما انا عملت، شفتوا كانت ناشفة شوية ليه؟ عشان لسه برضو المشروم بينزل ميته، الخضار عادة بينزل ميته، فعشان ايه اي نعم مشوي قبلها بس المشروم ما كانش مشوي، فايه هينزل ميته، فما تزودوش الميه. هي يا دوبك عصير الطماطم نحطه اهو، نحطه كده بقى ونرصه، شكله حلو. بس كده نعتبر خلصنا كمان الطبق ده، والمسقعه ان شاء الله هطلعها اول ما تخلص في الفرن نطلعها على طول. وكده نعتبر عملنا 3 اطباق عبارة عن ايه، عملنا مع بعض طول ازاي. طيب كده سلطة الكينوا بالبتنجان المشوي، وعملنا كمان طبعا البتنجان ده ينفع يتاكل معاها مش بس منظر، هو شكله شيك قوي وفي التقديم لكن ينفع انكم تاكلوه برضو. وعملنا مع بعض برضو شيش الكفتة بالبتنجان، والكفتة نفسها جواه بتنجان مشوي برضو مختلفة وجديدة حلوة قوي للي عندهم مشاكل حديد، لان البتنجان واللحمة الحمراء مليانين حديد، فكده ده ومع الخضرة اللي تحتها بقى الحاجات الداكنة الخضرة اللي تحت دي مليانة حديد، فدي وصفة او وجبة متكاملة بالحديد. لو شربنا بعدها بقى بعد ما ناكله شربنا بعدها شوية مية عليها عصرة ليمون، أو خدنا فيتامين سي قرص، أو أكلنا معاها سلطة فيها فلفل ألوان وفلفل عموما مليان فيتامين سي ومعصور عليها عصير ليمون طازة، هتبقى هايلة، هتساعد على الامتصاص. نصيحة، بلاش وانتوا برا تقعدوا تشربوا عصير ليمون وتفتكروا ان احنا بناخد حاجة صحية. عصير ليمون عشان يبقى طعمه حلو بياخد كمية سكر
مش طبيعية. كوباية عصير ليمون لو جربتوا تعملوها في البيت عشان تبقى مظبوطة في الطعم، مش أقل من معلقتين ثلاثة كبار سكر. يعني كام معلقة صغيرة؟ يعني 6 معالق صغيرين سكر، يعني يوقعوا المناعة لمدة يومين، يعني يوقفوا الحرق لمدة شوفوا كام ساعة، يعني بس هيتخن، لا هتفيد الجسم ولا أي حاجة خالص. فعصير الليمون بلاش نشربه بره بسكر، خلاص ما انصحش خالص. لو نفسكم في عصير قوي بره يبقى عصير برتقال طازه. حتى خلوا بالكم بيبقى المانجا الفريش والبطيخ والعصاير الفريش اللي بتتباع دلوقتي بيحطوا لها شربات، تخيلوا يعني الواحد فعلا مبيبقاش واثق حتى من العصير اللي بيشربه، بيبقى طعمه مسكر وتحفه. واكتشف بعدها ده مش الفاكهه هي لوحدها، لا مضاف لها شربات مش باين طبعا، مخلوط كويس جدا فمش باين، سيرب مش باين. فنخلي بالنا قوي الحاجات دي بتوقف الحرق وبتوقع المناعه.